سيدتي وسادتي، نحن اليوم على موعد مع مباراة كبيرة وقوية، آخر اللمسات قبل ضربة البداية. أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، مرة أخرى نلتقيكم مع مباراة جديدة، نتمنى أن تحوز على إعجابكم. بداية أحداث اللقاء، يلعبها طولية وتخرج الكرة إلى رمية جانبية وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة، تدخل ناجح. ضغط قوي وينجح في استعادتها. يبحث عن زميله. وتخرج الكرة إلى رمية جانبية. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ يحاول تمرير كرة. كرة طولية إلى الأمام، في انتظار التمرير الآن. الدفاع كبير، وين هالتمرير الآن؟ يبحث عن المهاجم. كرة إلى الأمام، اعتراف في وقت مثالي، أداء دفاعي كبير في مباراة اليوم. يبحث عن حلول. كاريو، الكثير من التمريرات في وسط الملعب بدون أي محاولة خطيرة، بدون قدرة على الاستفادة من هذه السيطرة. كاريو، كرة على الجانب، يلعب كرة بينية أمام فرصة تسديدة من أول لمسة. الله على روعة الهدف، لعبة من طراز عالي، لمسة في منتهى الروعة. تغير كل شيء الآن، أصبحت النتيجة 1-0. يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة، لمسة بينية، هل يمكن أن يستغل الفرصة أن يسجل؟ من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ يحاول الاستفادة من زميله في جانب الملعب، ثم كرة على كرة رأسية خطيرة وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. كاريو، كرة على الأطراف، يرسلها عند القائم البعيد. تمريرة لم تكن دقيقة، بدون خطورة تذكر.
يلعب كرة طويلة إلى المساحة الفارغة. يحاول تمريرها من لعبة جميلة، تسديدة أجمل، وكرة في اتجاه المرمى، جول! المملكة العربية السعودية تعادلوا في النتيجة الآن. في مواجهة من هذا النوع كان لابد من فريق فائز بالتأكيد. بهذا الهدف، بهذا التعادل، تعود المباراة إلى نقطة البداية. كرة طولية في المساحة الخالية، صافرة من حكم المباراة، هذه كرة غير شرعية بداعي تسلل. أعتقد أن اللاعب كان متقدم، نعم، تسلل موجود. الكرة ملعوبة من مسافة. كرة طويلة إلى الأمام، كرة ملعوبة إلى كاريو. من سيستلم هذه التمريرة الطولية مع انطلاقة ممتازة على الجهة اليمنى؟ وين هالتمريرة الآن؟ الله، من أين لك هذا؟ من أين أتيت بكل هذا؟ كريم بهذه الوضعية الآن مع انطلاقة صافرة الحكم نهاية الشوط الأول. نستأنف المواعيد مع الشوط ربما يكون حاسم. المملكة العربية السعودية تقريبا كان يلعب وحده، عديد من الفرص، التسديدات، المحاولات، ولكن بدون أن ينجح، بدون أن يستثمرها بالشكل المطلوب. إذا ما استمر الوضع عليه أخشى أن تعاقبهم كرة القدم بعد ذلك. يبحث عن المهاجم كاريو، بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة، يلعبوها للأمام. كرة طولية إلى الأمام، يقطعها في الوقت المناسب، أداء رائع جدا من المدافع. يحاول تمرير كرة، يحاول أن يسدد الكرة من هنا. يتدخل بنجاح، يحصل على الكرة. في انتظار التمرير الآن، الكرة على الجناح. يا إلهي، شوف المهارة العالية، شوف الكرة الحلوة، شوف اللمسة الجميلة. الكرة على الأطراف، الكرة داخل منطقة الجزاء، ينجح في قطع الكرة ومنع الخطورة، فرصة وتمنعها العارضة. يلعب الكرة، صدمت في خشبات المرمى بقوة كبيرة.
تحكم مذهل بالكرة، يحاول والتسديد، انقاذ غير عادي، حارس غير عادي هذا اليوم، جدار عازل أمام المرمى، ردة فعل غير عادية اليوم في هذه المباراة بالذات، يظهر لك مدى براعة هذا الحارس. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ الله ما أجمل هذه الكرة، ملعوبة إلى الأمام، يحاول تمرير كرة، هذه فرصة خطيرة، سننتظر، ضغط قوي وينجح في استعادتها، يمد قدمه ويقطع الكرة، كرة طويلة وعالية، الكرة ملعوبة إلى كاريو. الله يا ولد، شوف الإبداع، شوف اللمسة الحلوة، شوف الكرة الجميلة، الكرة ملعوبة من مسافة، كرة إلى الأمام، فرصة هجوم معاكس، كرة على الأطراف، لمسة في المساحة الخالية، كاريو. الله يا ولد، هدف غير عادي، لقد سجل الهدف، قد يكون حاسما بعد ذلك لمصلحتهم. توزيع رائعة داخل منطقة الجزاء، تقريبا سهلت المهمة عليه. متفوقون بفارق هدف وحيد. كاريو يستلم الكرة على الجناح، لا يمكن إهدارها، لم هذه براعة كبيرة منا أن يلعب الكرة الرأسية بهذه الطريقة. في هذه الدقائق الأخيرة لابد أن يتحلوا بمزيد من الشجاعة، من التركيز، أن يلحقوا بهذه المباراة. الآن فرصتهم للمرتدة، يبحث عن زميلة، قد تكون هذه فرصته، يلعبها طولية، مساعد الحكم يعلن عن حالة تسلل، والحكم يطلق الحكم صافرة لإنهاء المباراة. مباراة فيها الكثير من الفرص، فريق واحد هو من فاز، من استغل الفرصة الوحيدة اليوم. هذا ما يحب أن يشاهده الجمهور بالتأكيد، الرغبة الهائلة في تحقيق